ينعقد هذا الاجتماع الدوري 16 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن أياماً قليلة بعد تقليد الذكرى 61 لليوم الإفريقي والذكرى 20 لإنشاء مجلس السلم والأمن بهدف العمل على تعزيز المكتسبات التي حققها الاتحاد الإفريقي في هذا المجال وللتداول حول التحديات التي لا تزال قائمة وحول السبل والإجراءات الكفيلة بمواجهتها. أصحاب المعالي، أيها السيدات والسادة، يؤكد فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي السيد محمد بن الشيخ الغزواني دائماً على الترابط العضوي بين التنمية والازدهار والسلم والأمن، داعياً إلى مراجعة مقاربات مواجهة العنف والإرهاب. فالمطلوب حقيقة هو وضع استراتيجية شاملة مندمجة تراعي تداخل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والفكرية في الظاهرة الإرهابية. وقد وضع فخامته السلم والأمن على رأس أولويات خارطة الطريق رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاتحاد الإفريقي، وما ذاك إلا إدراكاً منه أنه ما من تحد يواجه القارة الإفريقية إلا والتغلب عليه رهين بقدرتنا على تحقيق الأمن والسلام بعموم القارة. وتأسيساً على ذلك، فإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة راجياً لأعمالها التوفيق والنجاح، لأدعو الجميع إلى الرفع من مستويات التنسيق والتعاون مضاعفة للجهود في سبيل قيام إفريقيا آمنة مستقرة ومزدهرة.